فإن الرجل ليصلي 60 سنة، 60 سنة، والله عز وجل ما يقبل منه الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: لعله يتم الركوع ولا يتم السجود. أنا رأيت بأمي عيني أناس من أحرص الناس على الصلاة، من أحرص الناس على الصلاة، واكتشفت أنهم يرفعون أقدامهم في السجود، إذا سجد رفع قدمه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. تفاجأت، رجل من أحرص الناس ويأتي في أول الوقت، ومع ذلك تجد يرفع قدميه إذا سجد. ولا يخفاكم هذه المسألة، وأن الراجح من قول أهل العلم أن صلاته باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت. من الذي أمره؟ الله عز وجل. أن أسجد على 7 أعظم، وذكر منها الوجه وأشار إلى أنفه، عفوا الجبهة وأشار إلى أنفه، واليدين والركبتين والقدمين. فهذا الذي يرفع سنوات، وعمره في 50، في سنوات ويصلي، سنوات ويصلي، وقد لا يقبل الله عز وجل صلاة. قل جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قد يحسب أن صلاته مقبولة عند الله بسبب جهله وبسبب كسله وتهاونه في تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم القبول، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال عمر بن الخطاب: إن الرجل ليشيب في الإسلام ولم يكمل لله ركعة واحدة، إن الرجل ليشيب في الإسلام ولم يكمل لله ركعة واحدة. فقيل له: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، لا يتم ركوعها ولا سجود. أخطاء كثيرة عند بعض الناس، عند بعض المصلين أخطاء، مثل ما يعبرون يقولون قاتلة تبطل العمل، تبطل الصلاة، رفع القدمين في السجود، عدم الطمأنينة بين السجدتين، والراجح من قول أهل العلم أنها ركن من أركان الصلاة، عدم إقامة الصلاة في الركوع. كثير من الناس من غير علة ومن غير سبب ولا عذر أبدا يركع ركوع لا يمكن أن يقال بأن هذا ركوع شرعي، وإنما هكذا خايف على عقاله يطيح، ولا خايف على ثوبه يتعفس، وشيء من هذا القبيل موجود الآن، تجده يرفع هكذا يمد راسه فقط. كثير من الناس وللأسف إذا سجد تجد يسجد على أنفه، أنا رأيت أيضا من يسجد على أنفه، والأصل الجبهة وليس الأنف، الأنف تابع للجبهة، الأنف يتبع الجبهة وليس الجبهة تتبع الأنف، فلو سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه صح سجود، أما من سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته لا يصح سجوده في أصح قول أهل العلم. من العلماء من يذهب إلى أنه أن يضع يعني جزء من العضو، والجبهة مع الأنف عضو واحد، لكن الصواب بأن الأنف تبع الجبهة، تابع للجبهة. وأكيد عندكم أنتم كثير من الأمثلة على أحوال كثير من المصلين. زد على أن بعض الناس يصلي قبل الوقت، يتعمد يصلي قبل الوقت، يقصد هذا ويحسب بأن الصلاة مقبولة، أو يقول لك إن الله غفور رحيم، مشغول يصلي قبل الوقت. ولذلك للأسف نحتاج أن نعلم الناس وأن نرشد الناس، وينبغي لأئمة المساجد وخطب الجوامع طلبة العلم أن يتحدثوا كثيرا عن الصلاة.